اتذكر من كنت صغير كنت ارجع من المدرسه تعبان واروح لامي اركض اقول لها يمه جوعان، القاها بالمطبخ واقفه تصب الغداء، واخواني وخواتي القاهم ملتمين بالصاله، والاب يسولف ويا اخويا الكبير يتناقشون بالشغل، وخواتي يساعدن امي بالمطبخ يسوون زلاطه. وهواي كنت اشوف شغلات حلوه، يعني مثلا مرات كنت اصفن القى ابويا دي يلعب اخويا الصغير ويشيله ويبوس بيه، يعني فد اجواء تجنن. ريحه اكل امك اذاتك كنت حتى لو شبعان، يعني هيك من رب العالمين تنفتح نفسك على اللمه خصوصا، يعني حتى اذا ما كنت جوعان الجوع على الواهس علمه. اتذكر كانت تصير ديني العصر، الاب يسولف بالشارع ويا ابو جبار، ابو جبار منه ما اعرف بس لازم اكو ابو فلان بالسالفه، ابويا يقعد يسولف وياه. واحنا كنا صغار نلعب طوبه بالشارع، نخلي بطل منا وبطل منا نسوي جول، لو مرات نلعب دعابل. والبنات اتذكر كانني لعبن تكي انه هذني المربعات اللي سووها بالطباشير ويقمزون عليها، وكنا احنا الجهال الولد من نروح نلعب ويا البنات تكي يطردونا يقولون انها هاي لعبه مال البنات. تحس حتى الطفل متعلم ومتربي على الشيء الذكوري والشيء الانثوي. ومرات كنا العصر ناكل كليتش او شاي، واذا كان بالشتاء نخلي الشاي على الصوبه، ونلتم كل الاخوان على الصينيه، والاب يبوها على التلفزيون والام قاعده بصفه، واللي كان عنده امتحان كانت الام هاي تصيحه فينزل يتمدد يم الصوبه وقدامه يفتح الكتاب ويقعد ياكل كليتشه. اتذكر كان يجي موسم مال البالونات نطيرهم بالسماء، من يجي هذا الموسم يعني شو اقول لك، يعني احساس مو طبيعي، كل الجهال والشباب يشترون بالونات، كنا نطير البالون ليله كامله نبيته بالسماء ونربطه بطابوقه ونزل جوه ننام ونقعد ثاني يوم نلقاه بعده طاير. الاحساس اللي كنت اطير بيه البالون ما اوصف لك، احس روحي طايره وياه، خصوصا من تباوع للمغربيه، فشي احساس مو طبيعي. كنا من نتعارك احنا وصغار نتزاعل، بس شنو زعلنا هذا؟ وشرط لازم التفله توقع بالقاع. فمن كنا نتعارك ننقهر من صدق، يعني نحس نفسنا انه احنا صار لنا فد حدث كلش كبير من نتعارك، فالاهل يحسون علينا يجون يصالحونا. يعني تحس حتى قبل الاهل يحسون بابنهم اذا زاعل صاحبه ويصالحوهم. كانت الدنيا كلش حلوه. احنا هسه بعصر التكنولوجيا كل شيء تغير، كل مبادئنا وعاداتنا وطبعنا بدا يروح. هسه الطفل امه ملتهيه بشغلات بعيده عنه وبشغلات كلش تعبانه، ومخلي ابنها يباوع على الموبايل من هو صغير، بعده من يبكي تختنق منه فتخلي بيده الايباد. حتى الطفل قمت احسه فقد حنيه الام والاب، الطفل قام ما يحس بطفولته، حتى الاب يعني ما ملتهي ويا جهاله، ملتهي بموبايله. حتى العائلة من قام يجي وقت الغداء ما حد ياكل، يعني تقريبا كل من متمدد ولازم موبايله، وتلقاهم يتغدون كل من بوحده، كل من بوقت، اللمة راحت، يعني حتى قعدة الصبح راح طعامها، تدرون لو لا؟ كان كل يوم جمعة عطلة، الأب والجهال يروحون يجيبون صمون وكاهي وجيمر، وترجع تلم العائلة بيوم العطلة. الابن من قام يرجع من الدوام تعبان، يقول هلمه يمه أنا جوعان، تقول له روح هذاك الأكل على الطباخ. حتى الخوات كل واحدة ملتهية بروحها. تحس راحة الحنية كلها، يعني حتى الجو العائلي راح طعمه. الألعاب صارت كلها إلكترونية بعد ما كانت واقعية نحس بيها. كانت الألعاب من تلعبها تركض تحس الهواء يضرب بوجهك، هسه من تلعبها يلوحك هواء، بس مو هواء الطبيعة، هواء المبردة. حتى برمضان كان الفطور يجنن، العائلة تكون كلها ملتمة وتسوي هاللي يسوي فلان شغلة، والأخت تطبخ فلان شغلة، الأم يسوي الكاس دار والمحلة بي، والجو والأب يروح يجيب العصير واللبن، والجو القعدة ما أعرف شلون أوصفها لكم. هسه نادرا ما تلقى عائلة كلها صايمة، أو حتى إذا صايمين تلقى كل فلان يفطر بمكان. بالعيد كانوا يتجمعون العوائل سوا، فكان الأب يروح لأبو، أمي تروح لأمها، الخوال يجون يم العمام ويلتمون كلهم ببيت واحد، فتقوم تتوزع العيديات ويضحكون وينكتون ويذكرون أيام الماضي. هسه بهذا الزمن حتى صلة الرحم قطعوها، الحقد من قلوبهم، قام ما حد يسأل على الثاني، حتى الأب قام ما يطلع يسولف ويا أبو جبار ولا يسولف ويا الجوارين، لأن كل من قام يحقد على جاره كل من قام يحسد جاره، والرسول وصى بسابع جار. البنية قبل من كانت تدخل منطقتها تحس بالأمان، تحس روحها دخلت لبيتها، الجوارين والشباب والعالم كلهم يعرفوها ومثل أخوتها ويعرفون أهلها.
تحس نفسها بنص زلم، تعرفون شنو؟ تكون واثقة ما حد راح يتحرش بيها ما طول ولد منطقتها موجودين. هسه منا الباب البيت ما قامت تقدر تطلع مع الأسف. حتى الحب قبل كان له طعم، كان اللي يحب تلقاه يحب من صدق، كان يحب من كل قلبه، أبد ما يترك البنية. فقبل نادرا ما تلقى وحدة عايفة واحد، تلقاه هي العايفته بسبب انه أهلها ما موافقين عليه. شوف الفرق هسه، هسه قام يعوفها من قبل لا يتقدم لها، او اصلا ما يفكر يتقدم لها. الخيانه كثرت وحالات الطلاق كثرت، صار الشاب بسهوله عنده يخون، والبنيه بسهوله قامت تسوي علاقه على رجلها. الدنيا هسه صارت مو مثل قبل، قبل الدنيا كان لها طعم، قبل كنا بكل ثانيه نعيشها نحس بيها طعم، بكل لعبه نلعبها لها طعم، وبكل شخص نسولف وياه يصير فد حدث يخلينا نستمتع. حتى الصديق يعني مو مثل قبل، ياكل وياك يوم وثاني يوم يحكي عليك، يقوم يطعن بظهرك، صار حتى الزاد والملح ما يغزر. حتى الصداقة صارت وهمية. يعني أنا قبل أفكر أقول قبل كانوا يطلعون أمثال، إذا سامعين الأمثال الشعبية، أو كانوا يسولفوننا قصص تخلينا نحس يعني بشغلات مو طبيعية، تخلينا نقشعر بين قوسين. هذن القصص تكون واقعية من زمان صايرة بالفعل، والأقوال والحكم والأمثال العراقية الشعبية صايرة قبل ومطلعيها ناس مثلنا. أشوف هسه قام بعد ما تطلع أمثال، لأنه ماكو شيء حلو دا نعيشه، هذن الشغلات تطلع من الأشياء الحلوة، فالشيء الحلو انقطع بعد علينا، تعرفون شنو؟ بعد ماكو شيء حلو. يعني الدنيا اليوم صار بسرعة يعدي من كثر ما يعني شلون أقول لك، العالم صار ما عدا شيء تستمتع به، حماس ماكو. قبل من كان يجي العيد أحس روحي يعني ما نام الليل، شباب ما نام الليل والله العظيم. يعني هسه قام من يجي العيد ما أحس أكو عيد، ماكو أبد ما أحس أكو عيد. رمضان من يجي ماكو رمضان. الدنيا ما أدري شلون صارت شباب، يعني كل شيء تغير. كنا ما نعرف شنو طائفية، ما نعرف شنو دين، ما نعرف شنو هذا ديانته، ما نعرف هذا منين، كنا أخوة كنا. هسه صار يعني تتوقعون إنه هذا كله بسبب التطور؟ ما أعرف.